شفاك ربي رانا نرغد في استقصيت تمتصيك دي قان هل تجوز الى قتل الاقامه كل صلاه نعيط صلاه كان نغامي تمتص نعيمه سكت السؤال في الاقامه ثم زواروس تمتص تزمره تزار وكسي الظلين بلا الاقامه اتزار الظهر مباشره الله اكبر تكبيرة الإحرام بلا مثل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سجد الإقامة ثم تثمت شي الشرط الدين الإقامة ليس شرطا على المرأة أن تقول الإقامة هذه في الصلاة نتاعها لا المرأة يجوز لها مباشرة عادي ولكن إذا درت الإقامة كما قال الإمام مالك الإمام مالك إمام دار الهجرة صاحب الموطأ يقول وإذا كالمرأة درت الإقامة فذلك حسن فذلك حسن تؤجر نعم فذلك حسن هكذا قال إمامنا رضي الله عن الإمام مالك يعني ثمطوث مثغرد الإقامة ذيني قلهان مرتي دغرارة ذيني جوزن يجوز تظل الصحة مبلا مثغرد الإقامة أكا السؤال الثاني سيوسين الثاني كتخدم ثم يجوز الجمع طرد العصر ذيني جوزن طرد العصر يخطر يجمعهما وقت علاش نقولوا نقرص الظهر والعصر سميس انت الظهران الظهران المرأة العاملة إذا كان عندها حرج باش تؤدي صلاتها في الوقت الاختيار مباشرة يجوز لها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر كلاهما سميتا بالظهرين نقول الظهران مش أنت تجمع قخا ما تروح تنتقضوا سوض السخا ما تنتجمع عادي قبل داوض المغرب تجمع تظري طوالك العصر ما إلا الظروف نلخذنا وتسعد ثالا ندثلا هكذا فإذا كانت ظروف العمل ليست ميسرة تساعدها على أداء الصلاة في وقتها فالحرج عنها مرفوع أن تجمع بينهما ونسأل الله القبول والتوفيق هكذا نائمة.